اليوم بانضمامنا من جديد إلى جمعية لامتري، فإن شركة إس جي إل تحس بعظيم المسؤولية وجسامتها، حيث نتمنى أن يكون تدخل الشركة إيجابيا في الدفع بعجلة الاقتصاد، خاصة وأن شركة إس جي إل المغرب لها امتدادات دولية وتجربة رائدة سواء على في ميدان النقل الدولي والوطني وكذا اللوجستيكي. كما تعلمون فإن هذا القطاع يشكل بنية حيوية في البناء الاقتصادي لأي بلد، وأن قوته هو قوة الاقتصاد الوطني، كما أن ضعفه يعني ضعف البنيات الأساسية لهذا القطاع. فشركة إس جي إل المغرب لها من الإمكانيات ولها من التجربة ولها من مجموعة من الوسائل المهمة لبسط وتفعيل حلول عملية واقعية للمشاكل التي يعاني منها القطاع. من جهتنا كأطر لشركة إس جي إل سنبذل كل وسعنا من أجل مد جسور التواصل البناءة وليس الهدامة مع جميع الفاعلين وكذا المسؤولين المحليين. كما أود أن أشكر كل المتدخلين أو الصاهرين على هذا القطاع الحيوي، وعلى رأس السيد عبد القادر عمارة وزير النقل واللوجستيك والماء، وأود أن أشكر السيد نبيل الخضر المدير العام للجمارك المغربية. كما لا تفوتني الفرصة أن أقدم جزيل الشكر للمديرين الجهويين لمدينة طنجة للجمارك، السيد مراد السي مراد بوشعرة والسي رشيد الميموني. وكما أشكر أيضا جزيل الشكر للمديرين الإقليميين السيد الحسن سي الحسن حرشي والسيد عبد الكريم الشرادي للمجهودات والجبارة التي يبذلونها من أجل حل جميع المشاكل العالقة. هذا وأؤكد من جانبنا على أن شركة إس جي إل مجندة لتقديم كل الخدمات في هذا القطاع الحيوي، ومجندين بالرؤى الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله. وفي الأخير أود أن أوجه نداء إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، سواء شركات سواء مدراء سواء مسؤولين، على أننا لنا اليوم سوف نعمل في معادلة ليست بالصعبة، ولكن معادلة رابح كما نقول بالدارجة. وفي الأخير أود أن أوجه كذلك الشكر لأطر ميناء مدينة طنجة، سواء السي إدريس العربي أو السي العبقري حسن. كما أود أن أشكر السيد السي عبد الرحيم قلوش على المجهودات التي يقوم بها منذ أن تم تعيينه على مركز كمدير للتصدير بميدان مدينة طنجة، وذلك على المجهودات القيمة التي يقوم بها من أجل حل مشكلة التصدير. وكنود لأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم على أنه نحن ليس لدينا أي مشكل مستهدف لأي شخص كيفما كان، ولكن إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقوم بتحليل طريقة العمل وغادي ندلو بالآراء ديالنا من أجل تحسين الخدمات العامة. ولا تفوتني الفرصة إلا أن أوجه الشكر العميق للسيد محمد ديدوش المدير العام لشركة إس جي إل المغرب، والسيد محمد الفناتي السيد المدير العام لشمال إفريقيا لشركة إس جي إل على الثقة التي يضعونها في شخصي لتمثيل الشركة أحسن تمثيل إن شاء الله. وشكرا لكم.